بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة عالم رونا. هقدم لكم النهاردة فكرة ديكور تحفة جدا، ممكن نحطها في اي مكان في البيت. اهو زي ما انتم شايفين بكبر وزور. الفكرة حلوة جدا، تابعوا معايا الفيديو. هندخل في الخطوات، يعني دي بولة تانية برضو، شكل تاني اهو غير ديت. الادوات المستخدمة في الديكور ده هنجيب بولة زي ديت، ديت شكل تاني غير اللي هي المدورة دي. هنجيب شوية اشكال كده، حاجات سمك بلاستيك مثلا، زرع، ده برضو عنبة كده، زينة، حاجات كده المتواجد في البيت. كل حاجة مفيدة. وهيبقى معانا برضو شوية احجار ملونة، ومعانا برضو الاحجار الملونة ديت. الاحجار الملونة ديت حلوة جدا، وهي بتبقى رخيصة مش غالية. نقدر نعمل بيها اي ديكور في المنزل، بندخلها يعني في نظام ديكورات وكده، بتبقى شكلها جميل جدا. تابعوا معايا بقى هنعمله ايه. واخر حاجة معانا طبعا لون طعام. لون طعام ده لون احمر، احنا هنا كنا مستخدمين لون موف، هستخدم لكم دلوقتي لون احمر. تابعوا معايا بقى الخطوات. اول حاجة هنعملها هنبتدي نحط الاحجار دي. انا هحطها وارجع لكم تاني كده. انا حطيت الاحجار الملونة اهي، مجموعة احجار. دلوقتي هنبتدي نحط الحاجات بقى اللي هي السمكة مثلا ديت، اشكال كده تكون في الحوض. حط برضو شجرة او ورق، حط افرع كده، يعني ايه تيجي في اي مكان يعني. كده اهو هتبقى المنظر كده من تحت. برضو في حاجات كده ممكن نحطها، افرع ورد كده حلوة. تمام، هنبتدي بقى ننزل المية على كل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. لو احتاجنا مية تاني نحط. هكتفي انا بالمية دي الموجودة. هشوف بقى هلون الحوض ازاي. كده انا شلت بس السمكة الكبيرة لان البولة صغيرة، فكل ما كانت الحاجات اللي فيها اقل فده احسن. تمام، هحط دلوقتي اللون بقى، هي نقطة صغيرة جدا. اهو شايفين اللون، نقلبه بأي حاجة كده، حركوا بس المية كده. اهو انا بحرك المية بس عشان اللون ينتشر في كل حتة. اهو شايفين المية اتلونت ازاي. زي ما انتم شايفين المايه بقت احمر، السمكه مش باينه عشان هي حمرا واللون احمر اهي. شايفين اهم شكلهم بعد ما خلصنا، ادي اللون الاحمر.
ده لون الموف. ايه هو اللون الموف؟ احلى احلى بكتير طبعا، ويمكن عشان البولة اكبر كمان، بس اللون الاحمر عاطي منظر برضو، ديكور حلو. هي فكرة الديكور إيه؟ الالوان اللي انتوا عايزينها بقى إيه؟ تلونوا بيها، تلعبوا بيها يعني. بصوا إيه، انا رجعت لكم تاني بعد ما خففت اللون. لما خففت اللون بقى عاطي اضاءة احلى، عاطي منظر احلى. شايفين اللون الروز الحلو ده مع اللون الموف؟ مفيش اجمل من كده اهو. حتى الاحجار بانت، الالوان بانت، والسمكة بتاعتنا بانت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وتعرفوا تلعبوا بال اي ديكور في البيت. والاحجار ديت يا جماعة مش غالية، ممكن تجيبوها يعني تلعبوا بيها، قصدي يعني تدخلوها في كل حاجة لتزيين اي حاجة يعني. ان شاء الله. اهو المنظر. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش لو لسه ما اشتركتوش في قناتي اشتركوا، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو ولايك. كنت معكم علي مرونة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.